السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم ونادي كل الستات. معاكم مروة حماد. النهاردة إن شاء الله هنعمل خلطة البهارات، مش السبعة يا جماعة المعروفين في المطبخ العربي، احنا هنعمل خلطة بهارات من 10 أصناف من البهارات. الأول هقول لكم إن السبع بهارات ديت من أشهر الخلطات المعروفة في المطبخ العربي، وبتتكون من فلفل أسود، حبهان، قرنفل، قرفة، كمون، كزبرة. في ناس بتزود جوز الطيبة وفي ناس بتحب تزود زعفران، بس ناخد بالنا الزعفران بيبقى كمية أقل، وطبعا الزعفران أصلا القيمة قيمته في الشراء يعني غالية جدا جدا أضعافهم كلهم. وبالنسبة لجوز الطيبة في عليها مأخوذات شرعية كتير. المهم خلطة البهارات ديت بتفرق عن أي خلطة تانية تشتريها جاهزة، لأن بتكون صبحة فريش، انتي عاملاها بإيديكي، منضفاها، منقياها، حمصتيها، يعني مفيهاش أي نسبة رطوبة خالص، فبتبقى طعمها وقيمتها احلى بكتير. الخلطه بتاعت النهارده ديت ال10 بهارات هستخدمها في الكفته، هستخدمها مع الحواوشي، ممكن استخدمها مع المحاشي طبعا، حبه صغيره لخلطه المحشي اللي احنا كنا عاملينها قبل كده، ممكن تستخدميها مع الشوربه، تستخدميها في التتبيلات، بصراحه فظيعه فظيعه فظيعه، واللي هيجربها هيتاكد كده بنفسه. نشوف المكونات بتاعتنا ايه. اول حاجه فلفل اسود، حبهان، قرنفل او المسمار، حبهان برضو الاخوة العرب بيسموه هيل، حبيبة شامي، حبيبة صيني اقصد، حبيبة صيني هي بتكون شبه الفلفل الاسود بس اكبر شوية، قرفة خشب، روزماري، ليمو او الليمون اللي هو الاسود، كزبرة ناشفة، ورق غار او ورق لو، وكمون. المقادير كلها متساوية، ربع كوباية من كل حاجة. الحاجات الكبيرة زي القرنفل، الورق اللور، والليمون ما قدرتش اقيمها بالربع كوباية، فقيمتها كده جزافا، ان شاء الله بتطلع المقدار بتاعها مظبوط. عموما اول خطوة بنعملها ان احنا بنجيب صينية، وهفضي فيها المقدار بتاعي. تقدري تعملي بالربع كوباية زي ما انا عملت، تقدري تعملي بالمعلقة زي ما يعجبك. انا هحاول حاجة، حطيت حبهان، القرنفل، فلفل اسود. انا عايزه اقولك على حاجه كمان، لو فضيتي حمصتي كل حاجه لوحدها هتبقى افضل بكتير جدا جدا، لكن صراحه مش ما عنديش الوقت دلوقتي ان انا اعمل كده، وهي بتخلص ما شاء الله بسرعه، فما فيش داعي ان انا احمل نفسي فوق طاقتها. ورق اللور، الروز ماري، كزبره، الكمون. هقولك على حاجه بمنتهى الصراحه، القرفه الخشب انا مش هقدر احطها كده لان هي هتاخد مجهود جامد وساعات بتكسر المطحنه، ده حصل معايا قبل كده، فانا هستغنى عنها واحط القرفه المطحونه، بس برضو هخليها تتحمص. بعد ما اطفي النار على الصينيه بتاعتي احط مقدار ربع كوبايه قرفه مطحونه في الصينيه، برضو تشم النار شويه عشان لو فيها اي رطوبه تطلع منها. يتبقى كده الليمون بس كده، انا هحطهم على الرف اللي في النص في الفرن، ياخدوا لهم حوالي 5 دقايق وهطفي الفرن، وبعد كده احط القرفه المطحونه واسيب الفرن مقفول عليهم شويه عشان ياخد منهم اي رطوبه، لا قدر لو فيهم اي رطوبه يطلعوا، وطبعا ريحتهم وطعمهم هيكون مختلف جدا جدا عما تحمصيهم بالشكل العادي انك تجيبيه من عند العطار وتحمصيه. اقول لك على حاجه كمان، لما تجيب الحاجات ديت اللي احنا هنستخدمها بتميز وبتعزز الاكل بتاعنا، هاتي من عند عطار كويس تكون الجوده بتاعت حاجته حاجه كويسه، لان دي هترفع من قيمه وطعم الاكل بتاعك، ما تستخسريش فيها، لان دي بجد بتبقى التاتش بتاعتك اللي هتميز اكلك. حطهم بقى على الفرن. ده منظر البهارات بعد ما طلعت من الفرن، طبعا الورق اغمق شويه اكيد، يعني ما تزوديش عليها عن 5 دقائق 7 دقائق بالكتير قوي. وانا هحط لها بقى ربع كوبايه القرفه الناعمه زي ما قلت لكم، وهرجعها على الفرن تاني. الفرن كده اتطفى، بس مجرد عشان القرفه هي كمان تاخد ريحه، تطلع الرطوبه اللي فيها وريحتها الحلوه تظهر معايا. مستنيه البهارات تبرد عشان اطحنها. هقول لك بقى بنحفظها ازاي في برطمان اطول وقت ممكن، سواء ديت او اي نوع تاني بهارات. بتجيبوا قطعه شاشه نظيفه، قطعه شاشه طبيه، وحط فيها حبه رز صغيرين كده واربطها كويس. اربطها كويس، هقطعها كده من الطرفين الاثنين، وهجيب كل طرف على الثاني عشان حبات الرز تكون محكمه جواها. الرز طبعا احنا كلنا عارفين ان هو من الحاجات اللي بتقاوم الرطوبه بنسبه عاليه، حتى لو واحد موبايل وقع في الميه ولا حاجه يقول لك حطه في كيس فيه رز، بعد ما تنشفه قدر المستطاع يعني هتلاقيه طلع بامر الله بيبقى كويس.
الحبه بتاعه الرز دول هتحطيهم في اي برطمان انت هتشيلي فيه بهارات لوقت طويل، هيحافظ لك عليها فريش كانها لسه معموله. وبفكرك برضو لو كميه كبيره عليكي اعملي على قدك، ان شاء الله تكون تاخدي معايير بمعلقه الشاي مفيش اي مشكله. ده كده يبقى شكلها، هحطها في البرطمان من تحت. ودلوقتي هطحن البهارات كلها. اول حبه طلعوا الريحه بقى يا جماعه، والله مش قادره اقول لكم على جمالها وعلى حلاوتها، فرق كبير خالص لما تجربي الحاجه ديت اللي انت عاملاها في البيت عن ما تشتريها جاهزه. كمل المجموعه دي كده الكميه كلها، الكميه دي تقريبا كده حوالي ربع كيلو وشويه، تكفيكي حبه حلوين قوي. ممكن تعملي كميه اقل، هعبيها في البرطمان. ومش هنسى احط معاها السره بتاعت، حط الشيشه الاول. بسم الله. كده خلاص اهو. تجربيه هيعجبك جدا ان شاء الله، حاجه مضمونه ونظيفه ومعموله في البيت بألف هنا. استنونا فيديوهات تانيه ونهدي كل الستات. متنسوش تعملوا القناة بلايك وسبسكرايب وشير عشان تكونوا شركاء معانا في الخير. الدلع الخير كفاعله. اللهم اغفر لأمي وأبي وأموات المسلمين أجمعين. كنت معاكم مروة حماد ونادي كل الستات. اللهم اغفر لأمي وأبي وأموات المسلمين أجمعين. متنسوش تدعموا القناة بلايك.